اهو يا منطقة، عايش عايش يا معلم، انت كده تمام اهو يعني يا ولا ايه؟ منطقة، بكلمك يا اسطى، الخروف نزله بتاعها رقم اهو. 3. معاكني ده، اه معاكني ده، معاكني يا ده عم، نزله خلاص. السلام عليكم، ازيكم احلى اخوات في الدنيا، وحشتونا قوي يا جدعان. النهارده جاي لكم فيديو جديد. الفيديو عباره عن عملت النهارده يا جدعان مقلب المرتبطين في تيم عشوائي. الفيديو جامد طحن، ما انصحكش تسيب حتى من الفيديو. وخلونا قبل ما نخش على الفيديو الجامد طحن ده نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وننزل دلوقتي يا جدعان نبدا لك الفيديو الطحن ده عشان تكون من عيله ابو المأمين. ويا ريت بقى يا معلم لو انت اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس وتنزل دلوقتي تديني لك الفيديو الجامد بتاعنا ده عشان اخوك ابو المأمين بيتعب يا صاحبي. وما تنسوش بقى يا جدعان اكونت الانستا تحت في الديسكربشن، وسيرفر الديسكورد تحت في الديسكربشن، واكونت الفيس لو عايزين تبعتوا لي ايد على الفيس ها تحت في الديسكربشن. يلا يا جدعان هسيبكم على الفيديو. سلام. استني استني، ده محاكي. يا عم محاكي يا عم، يعني ايه يا عم؟ هتخش معانا يا عم، هتلاقي سيرفرات بتطير وحاجات بس. مالك يا عم في ايه؟ ايوه طبعا انا اكون بتكلم معاك باحترام تقل ادبك. انا ممكن ازعلك مني على فكره، ممكن اقول لك ايه اللي مالك يا، ممكن اديك كم يوجعك. تعمل ايه؟ ازعلك مني والله. اكلك على فكره، اكلك محتاج راحه على فكره. عشان شكل ايه؟ في حد عندي يعني نفس الحاله. اقول لك مين عنده الحاله وما تزعلش ولا ايه؟ رقم 2 نزلنا هناك شاطر يا رقم 2. انت يا اسطى حد عضك من لسانك ولا ايه؟ يا عم ده راجل قليل الادب. لحد دلوقتي يا اسطى انا كلمته. طب انا كلمتك دلوقتي عمال قسما بالله انا لحد اخرج دلوقتي احترمني، ما تعرفش تعمل حاجه اصلا. انا كنت في اول الجيم داخل باحترامي، انا اصلا شارعاجي والله. خد اسكوبر اصلا شارعاجي. الله يسامحك، وانا ممكن اقل منك وربنا. خلاص يا زميلي، خلاص زميلي ما تقلش منه زميلي عشان انا بقصف. انا والله العظيم لحد دلوقتي عامل احترام ان في بنت معانا في التيم. بقول لك ايه، في حد قدامي والله ما تقدر تعمل حاجه. انا لو فتحت البلاعه اللي جوايا وكسر بالله ما هعرف اقفلها. والله اقفلها بقى، ما تفتحهاش، وريني اخرك فاضي. بلعت صراصير دول يا صاحبي. انت مش عارف تتكلم فبلاش بلاش والله يتحط عليك. والله ولا انت ولا 10 زيك. طيب ماشي. هو الضحك. انا هقصر الشر مش هتكلم. هتيجي تلوك معايا تاني هطلع ميتينك. ميتينك انت يابا، مالك ما تصبر. سكتنا له داخل بحصان ولا ايه؟ ما تصبر. يا رقم 2 ممكن تسيبنا نجيبه من دلوقتي؟ ممكن تسيبه، ممكن تسيبها بالله عليك. انت روش رقم انت ما... والله ما روش، والله انت ما روش. يا رقم 2 سيب، ده انت بارد. انا مش عايز ابقى روش، انا مش جاي معايا ما تعرفش تبقى روش. انت اخرك فاضي، اخرك فاضي والله. حافظ له كلمتين من ام اي فيلم ولا مسلسل وجاي يقول. عمال يقول لي طب انت اخرك مليان؟ طب قول انت اخرك. يا رقم 2 ايه بنت اخرك؟ يا عم يا عم انا اخري مليان وعلى اللي زيك. طب جيبه مش هجيبهم على حريم يا صاحبي. بوم قصف جبهات. ايه هات الدكتور عشان يخليك. ايه انا كده المفروض قصف جبهه يعني، والمفروض اتكسف واطلع من التيم يعني ولا اعمل ايه؟ بوم قصف جبهات. والله قول لي اعمل ايه؟ انا اصلا انا مش عارف، مش لاقي كلام تقوله بقى. وفشيخ زيك انا روش انا مش روش ومفيش مني زيك، فمش عارف اقول. والله اخرك فاضي ولا تفتح من حاجه. والله ولا تفتح من اتنين. انت مفيش من اتنين. انا عارف انا عارف. الله يسامحك الله يسامحك. ممكن اقل ادبي، ممكن اقل ادبي، ممكن اقل ادبي، وانت عارف كده. عارف كده منين؟ راجل 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 قل ادبك تاني راجل يا ابني. وقسما بالله انا لو فتحت كوسمت مش هتعمل اللي جوايا والله العظيم. ما هعرف اقل ولا انت ولا 10 من ميتين اهل المكان اللي انت فيه. الله يسامحك الله يسامحك. ايه انت بتتبسط؟ بس انا بعد ايه يا حماده؟ بعد ايه يا بابا؟ رقم 3 حماده. حماده ضل يا حماده دون. يلا ما كنتش كلمته. افني ما كلمته ولا 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 والله ولا تفهم الحاجه ده. انت على كل واحد حافظ له كلمتين بقى جاي يقولهم. الكلمتين اللي انت حافظهم ورب انت والله انت تعبان يا عم. والله انت تعبان ما تعرفش تعمل حاجه. انا هعمل لك ميوت. استنى ما عرفتش تسد ولا ايه؟ استنى والله عايز اقفل. والله انت ما تعرفش تسد. وانا اصلا ما كنتش طايق ميتين ام من اول ما دخلت. يلا 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 على اللوبي يلا. عملت ميوت ولو شتم الله يسامح. خلاص عم خلاص اعمل ميوت وخد يعني ايه؟ ترد على العيال الصغيره من الاخر.
شايف يا عم، شايف شايف يا عم اتنين، شايف يا عم اتنين عمال يشتم يا عم، وايه اللي قضبه؟ انا اللي مش محترم؟ طب انا اول ما دخل قلت ايه؟ انا قلت ايه اول ما دخل؟ عشان هو يقول كده اصلا، انا مش شتمتوش. انا في الاول خالص والله ما كلمته. يميني انت اللي شتمت. في الاول خالص انا قلت له ايه؟ انا قلت له ايه؟ انا قلت له عشان يتكلم معايا اصلا بالطريقه دي. هو شتمني، هو شتمني يا رقم واحد، شتمني وقال لي ايه؟ قال لي امك وايه الكلام ده؟ اقسر الشر، اقسر الشر. طب يا اسطى ده مش ذنب عادية، مش تشتمش كلام وحشة، خلي ذنبي ان اسمع كلام وحشة. قلت له والله انا محترم، بس ان انا بنت في التيم. قول له بالله عليك يفك المايك كده، قول له يفك المايك ويرد عليا. فك المايك ورد علي بيقول فك المايك. قول يا اسطى عايز ايه؟ يا اسطى انا في الاول احترمتك ولقيتك بتقول لي امك وابوك وفي عم. استنى انا قلت لك في الاول خالص عشان تخش تتكلم معايا بالطريقة دي اصلا. انا ما اتكلمتش معاك بطريقه وحشه يا عم، انت قلت له امك وابوك، وانا كنت ممكن اقول لك منك واحترمتك. إيه انت داخل فيا شمال من اول ما دخلنا الجيش. لا عشان قعدت تقول ده عيل، عارف اقول الجامعه عيل ايه؟ ما قلتش قبل ما ادخل الجامعه اتعفرت عليه. قلت ده بي سي يا جدعان، يعني ايه في سي يا جدعان؟ بس دي الكلمه اللي طلعت من بوقي، يعني ايه في سي؟ طب تمام، ما علينا هنعدوها. يابا يابا الله يسامحك، اللي هو هيدخلنا في سيرفر عالي. يا جدعان ما نموتش، تعال تعال يا روح. مين اللي بيجي يا روحي فجأة كده؟ يا عم انت ما تخلي، خليك بقى في حالك بقى. ما هو يا عم انا قاعد في حالي اهو. ماشي انا في حالي والله، انا في حالي. مش انت اللي قلت لي افتح المايك عليا؟ سلام الله. عايز اضمك، عايز اضمك. لسه داخل من القول من ثانيتين بقت روحي، سبحان الله. يا اسطى خد تعالى ثواني بس، تعالى دقيقه. يا هو رقم 3 ماله بيا بقى يا لهوي؟ قصر الشر واغني له، هو عايز بقى ننكد على بعض بقى. غني له بس يا اسطى. قتلت انا مش حافظ حاجه يعني. انا جنبك. تعالى روح سيبيني. انا وربنا بتضربي عليا. انا عرفتك. سيب الخوذه. في واحد بيبرش ده، بيبرش علينا. ركزوا على اللوبي، يلا على اللوبي، يلا. مين بيهدف؟ نيد يا رقم. يا عم انت عايز تفجرني يا عم، شايف يا عم لعب الاطفال. انا ما لمستش نيد، معيش نديت اصلا. يعني انا صعب احترمك يا اسطى، هو انا مغيظك للاخر كده؟ اللي بيتكلم ده هو اللي رماه يا اسطى، مش هو اللي رماه. خلينا نشوف الفايت يا جدعان. يابا شكرا لتقديرك والله العظيم. لو عايز احذف ندات يابا شكرا. هو راح فين بجري يا ابني والله لو اوريك بقى. وتنسجوا تعالى تعالى، مش انت كده تنسجوا وايه الملتقى؟ انت عايز روش ده؟ انا الطلقه هتيجي فوقك اهو. تعالى رف الوقت دمه طلقه يا جدعان. انزل انتريبي امسك السلم من الحديث. فاين انمي ذا ايرد. جبته. مش هتكلم عشان ما تقولش عليها دي، مش هتكلم. مالك يا رقم 3؟ تعالى كده هديك حاجه. تعالى اظن انك فاهمني. تمام عايزين بقى يا جدعان نركز الجيم ده. فاهمين انتوا الاثنين؟ يلا ربنا معاكم. خدوا واحدة تانية. ربنا معاكم. هما رايحين يجهدوا ولا ايه؟ يلا في واحدة تانية. ايه لو حد عايز؟ يلا اقول لكم يا جدعان، عايزين الجيم ده بقى ايه؟ الجيم ده بقى عايزينه ورك. وين ورك؟ انا بحب السدر معلش يا اخي. احرق ابو بضلك على اليوم اللي شفتك فيه. بس والله العظيم احنا نقدر نكسب. بحبش الورك. انا بلعب تقييم وللاسف بقى. مين اللي بيعرف ندات يا جدعان؟ شكلكم بقى ايه؟ عايز اتعلم منكم. يا عم لسه في ناس، في ناس لسه والله. شكلكم بتحذفوا الندات عليا. ليه هنحذف الندات على واحد صاحبنا ليه يا اسطى؟ يا جدعان اللعب ده لا. رقم 3 عايز يفجرني. خد تعال. انا عايز افجرك انت. تعالى بقى، انت اللي بدات الشر. تعالى بدات الشر. ابلع يلا. رقم 2 ممكن ترفني. انا اللي فجرتك. ممكن ترفني رقم 1 يا اسطى؟ ممكن تسيبني رفني. انا ممكن تسيبني رف. سيبني رفه. تعالى يا جدعان.
طب شيلين انا طيب يعني انا اللي رفيتك بالله على فكره انت خاينه رقم واحد رقم واحد انا اللي كنت رفك رقم واحد يا رب تموت يا رب رقم واحد انا اللي كنت رفك على فكره والله انا اللي كنت رفك لو ده هيثبت لك اني ورب حبيبتي يا روحي يا روح ابلع يلا رقم تلاتة ابلع يلا خرج متغاز عارفك يلا مين مينا متغاز مخك فاضي مخنا